السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صبح هذا اليوم المبارك احنا في زيارة للعم ياسر الأنصاري. طبعا العم ياسر الأنصاري احد المكافحين اللي حافظوا على موروث صناعة الدلال من اكثر من 40 سنة. نعم. صبحك الله بالخير عمي. صباح الخير والنور وطالت العمر. على يعني تكلمني عن هذا الموروث اللي انت محافظ عليه من سنين طويلة. هي طبعا الدلة القرشية معروفة مو في البحرين بعد، حتى في الوطن العربي كامل معروفة. أكيد. والكل انه يحب يقتنيها الدلة القرشية، الوجهاء والشيوخ والاعيان يحبون انها تتسيد في المجالس مالهم ويفتخرون بها حق شو اسمه حق الضيوف يعني، وفي الاعياد وفي المناسبات لازم تكون هي موجودة الدلة القرشية. فهذه فالكل يحب يقتنيها الدلة. والله هو اول شغل اليدوي تدري في محرق ما يخلى بيت يعني من اللي خيطون اللي يسوون الشغلات وايد اشياء اللي بيت المحرق كله تعارف ويا عائله واحده والمهن فيها البيوت. واحنا نشأنا من عائله حرفيين، ابوي مثلا حرفي، خواتي كلهم حرفيين يشتغلون. ابوي كان عنده ورشه لحام البدايه في المنامه، هو يوسف الانصاري، وبديت انا وياه لبند. بعدين يعطني هوايه طارق على النحاس ايات القرانيه. بعدين شافني واحد صديقي اللي هو اسمه احمد علي احمد مليح من الحد، وقال لي في واحد في المنامه يسوي دلال وبوديك له. وفعلا رحت له حق السيد علي وسلمنا عليه ولسنا وياه وسلمني وياه. والله قلت له انا بات علم، قال لي جرب حظك والله يوني اسوايد لكنه ما يسوي يقول. اي وتمت اتردد عليه الله يرحمه. تري كل الحرف اليدويه تبي لها وسعه صدر. اكيد. اي وما يبي واحد يجون ناس مستعيلين ما يبون. انا صبرت وياه. يعني صبرت وياه. وهذه المهن يعني لا بتقول تبي تعلم واحد عود صعب شويه، لان كل المهن حتى في البحرين في الخليج في الوطن العربي كامل من صوب المغرب وانتياي والهند وباكستان وذي يحطون عيالهم وهم صغار في المهنه. يعني. اي عشان ياخذ اسرار المهنه. حلو كذي. فانا استمريت وياه يعني وحسبني واحد من عياله. اي والله وما قصر وياي لي اخر يوم مسكين اللي بند ما قصر وياه. حتى العده مالته اعطاني اياها. قبل كم يوم زارك الشيخ محمد بن سلمان الخليفه. اي نعم اي نعم. شلون اثرت عليك هذه الزياره؟ اي والله مفاجاه صارت اتصلوا فيني يسوي لي مفاجاه. يعني اعطاني حافز وحسيت انه يعني صدق البحرين للحين بخير وفي ناس يدعمون الصناعه هذه. ومبروث وواقفين عليها ويسألون وكل شيء يعني. يعني حتى من قبل كانت الأميرة سبيشة هي بعد من الناس اللي يدعمون ويسألون يعني وهذه عن المهن. أكثر دلة عزيزة على قلبك يعني هي القرشية. يعني في شوف الوطن العربي مثلا عندك العراق يشتري بدلة العراقية البغدادية، سوريا الرسلان، الاحساء الشطراويه، والله يسمونها القرشيه، البحرين القرشيه العزيزه. انا عندي هذه هي القرشيه وهي اللي عليها الطلب وهي تقريبا تقول اغلى واحد اليوم القرشيه. احنا في هالعمر الحين خلاص طفنا 60 نوشك على 70. احنا ابغى اشكر سمو الشيخ محمد بن سلمان على زيارته لي صراحه ووقفته وياه ودعمه مو بس الحرف اللي دويه للدلال حق كل الحرف صراحه، والله يحفظه